متصل آخر. أم وهاب وياك أنا. تفضل حجية. أنا عندي 6 كناين. عندي 6 كناين. ستة كناين هي الثالثة. بلي. وهي غريبة مو من عندنا، احنا وحد وهي وحد. وجبتها صغيرة ربيتها على يجي بناها يعني بنية وابوها فوش رجال. بعدين البنية قامت تلعب يعني شلون ما كان. دام استني برجلها. دام استني بيتها. قامت تبدا عزل عزلتها وحد، ما هي عزلت انا ما عزلتها، عزلت وحدها. قامت تاكل وحدها. بعدين هاي صار لها شهرين طافت على رجلها وضربته ولحد الان ضربتها ما طابت. النوم طلبت الطلاق. تاكل اشكال والوان تجيب لها، النهار كله منتسب هواجس في الشارع ومبذره ولعبت بينا جونا وهسه هي طالبه الطلاق. نعم. اي طالبه الطلاق. ابني قال لي يما ارجعها نفس الشيء، وعندها بنيه عمرها 3 سنين. نعم. وانا اخاف من الله، شلون اسوي لها ما ادري. حياك الله ام وهاب، ان شاء الله انا ابين القضيه ان شاء الله تعالى، بارك الله بكم، بارك الله بكم. ام وهاب تقول انا هم قضيه اجتماعيه ايضا وليست شرعيه. تقول عندي 6 شناين والاخيره كان الاخيره السادسه. يقول هذه غريبه اخذناها، بس تقول انه ليست متعارفه طريقتها، ضاربة زوجها ضربة إلى الآن الرجال ما صاحي منها. هاي شلون زوجة تضرب زوجها بهذا الشكل، وتقول أنه عزلت عنه ومدري إيش، وما مرتاح من عندها أصلا، ما مرتاحي من عندها، وتطلب الطلاق. زين إذا تطلب الطلاق خلاص طلقوها، يطلقوها إذا واقعا تطلب الطلاق طلقوها. ولكن شنو، خل هي تطلب الطلاق طلاق خلعي، طلاق الخلع ما عندها شيء بعد، لا مهر ولا هم يحزنون. اما انه لا اريد ارجعها وخطيه ومدري ايش، المشكله يا اخواني قضايا الاجتماعيه، المشكله لابد من تحديد مصدرها. مصدر المشكله منه؟ مصدر المشكله شنو؟ اذا مصدر المشكله هي البنيه فان تحتفظ بها شنو معناته؟ يعني شنو الداعي؟ هاي مصدر، يعني واحد يقول يابا انا راسي يوجعني، تروح للطبيب يقول عيونك ما بيها شيء، ما ادري راسك ما بيها شيء، سوينا تخطيط للدماغ ما بيها شيء. يا بعدك فت سن هنا، هذا السن هو اللي مسبب صداع راسك، صداع الراس من هذا السن، اقلعه خلص. بعض الاحيان احنا في تحديد الاشكال او تحديد المشكله لما نحدد سبب المشكله، ضعوا ايديكم على سبب المشكله حلوها. اما تبقى هالشكل حسب تعبيرنا، ها ولا وخلي ارجعها وشلون وكذا، وهي جد تتكرر. يعني عندي الان كثير من الناس يجي يشتكي على زوجته وانه هالشكل وعده علاقات وعده انحرافات، وارجعها. بابا اذا هي عندها انحرافات وعلاقات شنو ترجعها؟ ما عندها لا عفه لا حياء لا التزام ولا امان، شلون انت؟ ها والله اخاف حرام علي اطلقها. الطلاق حلال لمن يستحق الطلاق، لمن يستحق الطلاق. يا اختي الكريمه اذا تطلب الطلاق هي خلص، قولوا للقاضي انه هذه ما تريد تعيش معانا، واحنا في الواقع ما نطلق الا ما تتنازل عن كل حقوقها. نعم ابو علي تفضل. ابو علي حياك الله. الله يحفظك فينا، الله يرحم موتاك ان شاء الله. فين عندي سؤالين. نعم الله يرحم عليك. السؤال الاول، في مشكله هي قضيه صارت بيننا احنا عائلي، اكو خلاف عائلي قبل سنتين صار. بني. وباثر هذا الخلاف على الضربه صارت عندي بالظهر، والسبابه صار عندي الانجلاق. فالانجلاق هذا سوى لي مشاكل يعني سلبيه. الاخوه يعني سوت عمليه 6 ملايين ونص، وهاي السنتين ونص الاحزان محمر علي من عندهم، ما مثل الناس لا بدنا يعني بدعو حشاري تعرف هذه الناس خير ياخذ من خاطري ياخذ من كذا، صح ولا غلط فينا؟ بلي. في فرح السنتين الاحزان لا بدوا علينا.
لا شافوني شريد مالي. وهم المعتدين؟ هم المعتدين؟ هم المعتدين؟ هم المعتدين نعم، وبيناتنا شكوى عندنا دعوة بالمركز شرطة، وهم موظفينها على المعارف فيها. فقصدي هم يتحملون شيء من هاي الضربة اللي سببها عامة الدية ما يتحملون. هل يتحملوا الدية أم لا؟ واضح. بعد سؤالك الآخر. السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الموت. بلي. كانت هل ليش كانت زي نفقة؟ كان الله يحب المحسنين، هاي كانت الماضي. بني. ولحد الله لحد الان الصلاة علينا واجبة، والله لحد الان يحبنا ويستر علينا بقوة. بني. مشكور يا مشكور يا أخ أبو علي، حياك الله، بارك الله فيك. أبو علي، أيضا مشكلة عائلية. يقول أنا قبل فترة صار عندنا مشكلة عائلية وضربوني الجماعة ضربة قوية بظهري، صار عندي انزلاق وسويت عمليات، وست ملايين ونص أنا صرفت على عملياتي، ما يجوني ولا يديرون بال ولا يسألون. أخي الكريم أخ أبو علي، أيضا لا ندري ما وراء هذه المشكلة، ما ندري شنو صاير بالضبط، أنت مقصر هم مقصرين، هم متجاوزين أنت متجاوز، ما ندري واقعا. أنا ما أعرفك يعني، مع احترامي لشخصك الكريم، فلا أستطيع أن أحكم عليهم ولا أحكم لك، ولكن أقول إذا كنت مظلوما، إذا كنت مظلوما فاطلب حقك، وحقك أن من ضربك بظلم ضربك بلا حق لازم تأخذ من عنده الدية. الدية شقيد هاي بعد نرجع إلى نوعية الإشكال اللي صار في ظهرك أو حجم المشكلة اللي صار في ظهرك، هذه لابد تأخذ الدية من عندهم. تقول ما يديرون بال، طبيعي المجتمع هالشكل، المجتمع يخاف من القوي، إذا أنت عندك عشيرة أو جماعة أخويا يأخذون حقهم. أما اللي صاير للأسف اللي صاير يقول أنا مشتكي وماكو شيء، يعني يبين أنه ماكو قوة. الإنسان لما تجي القوة هو يخضع ويبدأ شنو يتنازل. على أي حال يقول آية قرآنية أو آيات قرآنية تتكلم على أنه الأشياء كانت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الموقوتة، وهذا ليش يقول كان الله غفورا رحيما؟ هاي كان من باب التأكيد والتحقق أن الأمر متحقق بهذا، وفعل الماضي فعل الماضي يدل على الثبوت والحسب تعبيره والاستقرار والثبوت والتحقق. فعل المضارع الآن يصير بس باقي لو لا ما معلوم، فعل الأمر خو بعد ما صاير. فعل الماضي يتكلم عن شيء متحقق وثابت ومستقر، إن الصلاة كانت يعني ضمن قانونها الثابت. كان الله غفور رحيم، أن الله سبحانه وتعالى الغفران والرحمة والكذا، هذه من صفاته الثابتة والقائمة والمستقرة. واضح أخي الكريم؟